عندنا 50 مشارك من 18 جامعة جزائرية ومراكز بحث، وعندنا 6 مشاركين أجانب من تونس، من إيطاليا، من البرتغال، من بولندا ومن فرنسا. محاور البحث هما 4 محاور رئيسية. أهم محور هو كيف نحافظ على التراث الحضاري في الجزائر. من بين النتائج ومخرجات هذا الملتقى هو يجب الاعتراف أولا بالقيمة التاريخية والحضارية للموروث الحضاري كهوية اجتماعية، الأخذ بعين الاعتبار بحساسية هذا التراث تجاه مختلف العوامل من أخطار طبيعية كالفيضانات، الزلازل، العوامل التعرية، وأيضا من الإهمال والتشويه والتعمير المتسارع وغيرها.